اش واقع اليوم؟ كاين واحد ليفيرمون فيها سعيد النصيري والاخوه المرانسا، وهاد ليفيرمون هادي اونتخي كانت زوينه بزاف، ولاصال كانت مقاده مزيان، والكوليكسيون ديالها كانت زوينه، والناس اللي معروضين حتى هما كانوا مانسكين، داكشي زويون. وخدمت واحد السكيتش ديالي اللي هو معروف، يا داز في البرنامج الفكاهي، المهم هادي دخلها في اطار الضحك وداكشي وتمرقين. التجربة كانت حلوة بزاف، داك السيد كانت معاه الخدمة زوينة، وحنا باقيين في البيريود ديال الخدمة، باقي ما ساليناهاش، يلاه داخلين. الدور ديالي هو اجون سيكيريتي، وخليو داكشي سيربريز، اللي بغى يدخل يشوف يخليها سيربريز. شي واحد فينا فيه الديفو، اسمح لي نعاود، هادي ضربت الميكرو، شي واحد فينا فيه الديفو، واقيلا أنا. ما كنبغيش نضر حتى شي واحد، كلشي الناس عزاز عليا، سواء اللي خدمت معاهم ولا اللي ما خدمتش معاهم، اللي ضروني ولا اللي ضريتهم ما كيضرني حتى واحد، الحمد لله، فهمتيني؟ الحمد لله. انا عزيز عليا حرفتي، ما كنموت على حرفتي، ولكن ما بقيتش كنخدم في المخبزه صراحه. واخويا ما كرهتش، ما ساليتش ليها، ما ساليتش، يلاه لي فورمون ديالي والخشبات اللي كيتسناو هذا الشيء، يلاه 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 يلاه. ما عندي مع حتى شي خلاف، لا لا، ما عندي مع حتى شي خلاف، عادي. لا لا عادي، ما شكون اللي كان قال لي ولا وراني واحد الفيديو في الاوبن كوميدي، قال شي كلمه ديال طيحتهم طوندونس شي حاجه، اخويا ماشي مشكل طوندونس على جا كيطلع حتى انت، كلشي ديال الله، اجي وطلع. الجمهور بغيت نقول لكم فيا الجوع اخوتي، غنمشي نخصي. تحيه لكم وتحيه للناس اللي كيبغونا، وشوف الحمد لله الجمهور المغربي كيعرف يختار البرودوي اللي غيتفرج فيه، اما بقاش ذاك الجيل اللي كتكذب عليه. ماشي ما تقبلتش، هذه ماشي ما تقبلتش، انا راه تقبلت حسين، وكاينين اللي كاستينغ، كاين الكاستينغ اللي كتدوزو باش تمشي للاكاديمي، ومن ورا الاكاديمي تقدر ترجع مع لا طون دو لا لي دو طون، تقدر تبقى فيها، وكاين بزاف ما يدار، فهمتيني؟ تقدر تطير من البريم الاول، تقدر تطير من البريم الثاني، البريم الثالث، حتى الفينال، مي موا جو ريزيسكو الفينال، يعني راه سان بو ترافي بو موا.